طبعا شايفه بس بالفيسبوك، حسبالي فوتوشوب، منقد العلوي خضروات بنت الحسن، الطريق السياحي مدخل ناحية المهناوية، ديوانية نجف. هاي اوقف اوقف، خلينا نصور منقد العلوي خضروات بنت الحسن، وهذا الشارع يروح لها، وهاي خضروات، يعني بربكم امام معصوم يسمي بنته خضروات، يا عقل يعقلها. والله انا كنت على الفيسبوك اشوف حسبالي فوتوشوب، بس طلع الصديق. ما ادري بعد شو يصير بالعراق.